هو يوم غير عادي بالنسبة للنادي الأهلي بشكل عام وأعضاء الجمعية العمومية بشكل خاص، ولما لا؟ هو اليوم الذي سيشهد موافقة عائلة الأهلي على دستور الأهلي أو لائحة النظام الأساسي. عندما نقول دستور الأهلي هي ليست مبالغة بل حقيقة، فلكل وطن دستوره الذي يحميه ويكفل حقوق أبنائه. النادي الأهلي هو وطن عشاقه وجمهوره وأعضاء جمعيته العمومية. لائحة النظام الأساسي تعد بمثابة الدستور الذي يحميهم ويضمن الحفاظ على هوية ومكانة الكيان العظيم. 12 أغسطس 2018 طرح مجلس إدارة النادي الأهلي أنموذجا مبدئي للائحة النظام الأساسي قابلة للتعديل، وذلك تحت إشراف اللجنة المركزية التي ترأسها محمود الخطيب رئيس النادي، وعضوية العمري فاروق نائب رئيس النادي، إبراهيم الكفراوي، طارق أنديل، محمد الجرحي أعضاء مجلس الإدارة، بجانب محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، ومحمد فتحي ممثل الشؤون القانونية، وخالد توحيد رئيس قناة النادي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وإبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، وشريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة، محمد يوسف رئيس اللجنة العليا للجان الخدمية، وليد سليمان للمتابعة، ولمياء كامل. ولأن مجلس إدارة النادي يرغب في أن تسير الأمور بشكل قانوني، فقد كلف الخطيب المستشار محمود فهمي برئاسة اللجنة، ومعه المستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب السابق ونائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أسامة قنديل رئيس محكمة الاستئناف، المستشار أحمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل سابقا ورئيس محكمة الاستئناف، المستشار أحمد حسين مستشار مجلس الدولة للمراجعة اللغوية والقانونية، المستشار علاء قنديل ومحمد فتحي المشرف العام على الشؤون القانونية بالنادي. منذ طرح النسخة الأولية للائحة وحتى يوم 9 سبتمبر الجاري، استمرت اللجنة المركزية في تلقي مقترحات الأعضاء طوال هذه الفترة من أجل الوصول إلى صيغة قانونية تناسب وضع ومكانة النادي الأكبر في إفريقيا والوطن العربي. هذا بجانب مشاركة كبار الشخصيات في النادي الرياضية والفنية وجميع الطوائف في عائلة الأهلي في ورش عمل متواصلة وعديدة بدأ بتلقي المقترحات. كان الهدف الأساسي يرجع من تلقي مقترحات الأعضاء هو رغبة مجلس الإدارة في مشاركة جميع أفراد الجمعية العمومية في إقرار دستورهم. كان هذا دافعا قويا لدى الجميع للإدلاء بمقترحاتهم التي تجاوزت 3000 مقترح، إيمانا منهم بدورهم في هذه المرحلة وفخرهم بالمشاركة ولو بفكرة في إنشاء لائحة النادي القانونية. جمع الأهلي كل الآراء، قام بتعديل الكثير من البنود وتغييرها بناء على رغبتهم، حتى وصل إلى الشكل النهائي للائحة التي ستعرض على الأعضاء اليوم للتصويت عليها. أخيرا ينتظر اليوم مجلس إدارة الأهلي توافد أعضاء الجمعية العمومية على النادي لتوجيه رسالة إلى الجميع بأن أعضاء النادي يملكون من الوعي ما يكفي لكتابة وإقرار لائحة النظام الأساسي، وبالتالي اكتمال النصاب القانوني والموافقة على اللائحة الجديدة التي تلغي العمل باللائحة الاسترشادية بمجرد إقرارها. اليوم عائلة الأهلي تكتب دستورها.